عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو فين غادي نعاود لكم فيه ان شاء الله على تجربتي في الاقسام التحضيريه. وباش نكونوا فاهمين، التجربه ديالي ان شاء الله غادي تقسم لثلاثه ديال الاجزاء الرئيسيه، وكل جزء فيه اقسام. نبداو بالجزء الاول اللي مقسم لقسمين. القسم الاول هو علاش فضلت السي بي جي او ماشي ميدسين او لا لانسا او لا لانسام بالنسبه للناس اللي في الباك وبغاو يعرفوا. القسم الثاني غيكون على تجربتي في السنه الاولى اللي كتسمى سوب بالنسبه للناس المقبلين على السي بي جي او ونصائح لهم في الداخليه والقسم وحتى باش خدمت. اما الجزء الثاني فخاص بالنسبه للناس المقبلين على السنه الثانيه في الاقسام التحضيريه واللي كتسمى سبي، وغادي نقول لكم تما واش خدمت في الصيف اللي ما بين السنه الاولى والسنه الثانيه، وغادي نحاول انني نعطيكم لي درايف والغوسوس فين خدمت. والجزء الثالث غادي يكون على كيفاش وجدت في ديك الشهرين بين شهر 3 حتى السي ان سي اللي كانت اكثر فتره افونسيت فيها. المهم حاولت انني نقسم لكم الفيديو باش هكا اللي مهتم بشي حاجه يمشي ليها ديريكت، ولكن من الاحسن الناس ديال سيوب يشوفوا حتى لي فيديو ديال سبي حيت كاينين شي نصائح كنت نتمنى نكون خدمت بهم العام الاول باش نمشي مزيان. نبدا لكم من الاول فاش كنا في الباك وتفتحوا ابواب التسجيل في الاقسام التحضيريه. تما بديت كنرتب لي سونتر على حساب الشعبه اللي بغيت واللي هي بي سي اس اي، واخا ما كنتش عارفه الفرق مزيان ما بين لي فيليير، ودرت سونتر ديال مكناس بي سي اس اي حيت قلت غادي تجيني عاديه بيسكو كنت سيونس فيزيك وتبعتهم موراها بلي ام بي اس اي. المهم صافي دفعت وكلشي، وفاش دوزنا الباك ارتحيت واحد الربع ايام ومشيت موراها تسجلت في واحد السونتر باش نبدا البريباراسيون الميديسين بيسكو كنت بفيزيا غير يا اما على الميديسين او لا سي بي جي بيسكو راه كنت غادي نقدر ندخل من سي بي جي او الانسا ولا الانسام. وكنت صراحه متشوقه انني نجرب لي كلاس بريبا حيت كيقولوا انه ممكن تدفع بالباك غير مره واحده. المهم صافي دازت واحد 10 ايام وحنا كنبريباريو للتب حتى خرجوا لوائح المقبولين في الاقسام التحضيريه، ولقيت راسي في لا ليست برينسيبال. تما باش ما نكذبش عليكم بدا كيشدني العجز في البريباراسيون، كل مره كنفكر مزيان وكنستخلص انني ما باغياش الميديسين وباغيه لي سي بي جي. وباش نتاكد وهادي ديما كنصحكم بها، حاولت ندير صلاه الاستخاره. دابا انايا ما كنتش عارفه كاع نهائيا انني خصني نمشي نحط الباك وخصني نمشي نحط شي وراق. كان كيسحب لي صافي تقبلت في لي كلاس بريبا، صافي راه عندي في المسار ديالي باين لي انني مقبوله، صافي ما عندي ما ندير اخر. ولكن بقيت كنفكر انه كيفاش كيجيو دوك لي ليست داتونت باش عرفوني انني انا قبلتهم بصح اولا باغيه ندير شي حاجه اخرى. دونك صافي بقات ديك الفكره في بالي. جات واحد الجمعه درت فيها صلاه الاستخاره كنقول يا ربي انا اختاريت ما بين سي بي جي او والميتين، اختاريت سي بي جي او، يا ربي الا كان فيها خير بين لي باش نتهنى حيت فريمون كانت راسي مرون ديك الساعه. صافي تما قلت علاش ما نسول الموجه واش كندفعوا شي وراق اولا شي حاجه باش اننا ناكدوا على الرغبه ديالنا في اننا نكملوا في ليكاس بريبا. تما فاش سولته قال لي بنتي راه خصك تدفعي الباك ديالك، دخلي السيت راه كيديروا فوقاش يبدا التسجيل وفوقاش كيكمل. تما دخلت نيشان للسيت ولقيت انه اخر اجل كان نهار الاثنين، وانايا كنت في الجمعه كان باقي لي السبت والحد. المشكله السبت ما كيحلوش لي سونتر ديال ليغاليزاسيون وداكشي. واحد الخلعه شداتني، المشكله كانت 11 ديال الليل، مشيت نجري عند بابا باش تعرفوا انه قلت لكم صلاه الاستخاره راه عظيمه والله تعظيمه. صافي مشيت نجري عند بابا كنبكي كنقول ليه زعما راه بغيت لك لاس بريباراتوار وما عنديش كندير دابا، راه السبت ما كيحلوش وهادي. صافي تيسرت بواحد الطريقه سبحان الله. داك السبت وقف معنا واحد السيد، وقفوا معنا واحد الرجال تبارك الله الله يسهل عليهم في هذا النهار، وقفوا معنا جاو معنا. وداك النهار كنا سالينا كلشي ليغاليزاسيون، كنا سالينا دوك لي سكانير اللي كطلبوهم الداخليه وكلشي. المهم الحمد لله تيسرت بواحد الطريقه باش عرفوا سبحان الله نكتابه. زعما هذوك الناس اللي كيسولوني دابا علاش راه كنتي باغيه ميديسين ولا زعما كيفاش اختاريتي وهادي، ربي اللي اختار لي. ديما كنقول لكم حاولوا تقلبوا مزيان، حاولوا تسولوا مزيان، صافي اون فوا تديو لا ديسيزيون ديالكم صافي توكلوا الله واستغفروا ربي وصافي توكلوا عليه. مهم صافي كنت ساليت ورقيا نهار السبت. نهار الحد مشينا في الليل وبدنا تما باش نهار الاثنين كيحلو يمكن 9 الوحده الا بقيت عاقله. صافي مشيت دفعت الوراق وداكشي صافي الحمد لله كنت مسجله. دابا نمشيو للقسم ديال الناس المقبلين على السيوب. الوغ في الاول فاش صافي دينا الحوايج وتانصالينا صراحه كان عندي واحد التخوف كبير من لي كلاس ديك السيمانه الاولى بعدا دوك الشهر الاول فريمون داز عليا
حيتاش البعد تاع العائله وكتحس براسك بوحدك. وفي الاول ما كانوش لي ليست الاخرين، مازال ما عمر القسم كنا يلاه 9 في القسم، كثر زعما ما الناس كيخافوا من الكلاس كنا يلاه 9. حتى جاوا لي زيتيون اخرين من لي ليست اكسبسيونيل وكذا. المهم فريمون تعذبت صراحه في دوك الشهور على غير باش نولف، غير باش نولف غير البعد على العائله. دابا غادي نقول لكم طريقه الخدمه بالنسبه للناس ديال بروميير اني، واللي كتجيني صراحه جاتني بارفيت حيت خدمت بها في بروميير تريمستر وعطات النتيجه ديالها. كنت كنحاول نتبع مزيان مع لي بروف اللي كنفهم من عندهم، بحال مثلا فيزيك و اس اي، وكنحاول ندي الماكس في القسم. وإين فوا كنوصل للشومبر من بعد ما كنصلي وكناكل كنحاول نراجع داكشي اللي درنا، هادشي في الاول. اما من بعد فاش صافي دخلنا هكا في الوسط ديال البروميير تريمستر، شنو كنت كندير؟ البروغرام اللي كنت غادي عليه هو انني فاش كنرجع من الشومبر مع 6 ونص كنحاول انني نعس من 6 ونص حتى ل 8 ونص اللي كانت وقت العشاء. من بعد فاش كنرجع مور ساعة ولا كنرجع كنحاول انني نقصى حتى ديك 3 هكا، كنخدم لي تي دي اولا كنراجع الكور اولا حتى كنوجد ليكول بالنسبه الى كان عندي الكول غدا اولا شي حاجه. وكنجلس قصاره كما قلت لكم حتى ديك 3 ديال الصباح. وكما قلت لكم انه حتى شي مواد كنت كنحاول نفهمهم ازيرو ديك الوقيته. بعدا نقول لكم شنو كنراجع الكول. الكول حاولوا ديما تسولوا البروف ديالكم على الكور اللي غادي يدير لكم فيهم الكول هكا باش زعما تليميتاو ليكم، ما تبقاوش تراجعوا كل شيء حيت راه ما غاديش يتكفيكم ديك الليله، ديما راه ما غاديش تبقى تكفيكم. المهم الماده الوحيده صراحه اللي ما كنتش كنجبدها وندمت صحيح هي لانفو، ما كنتش كنجبدها نهائيا. وما كنصحكمش الصراحه ديروا هاد لانفو حيتاش لي كور ديال السوب راهو ما كلشي في لانفو، ورا لي كور راه ماشي شي حاجه غير بالصوات بصات غير عطيو لها وقيته. انا راه ما كنتش كنعطي لها وقت نهائيا، ما حاولوا تعطيو لها وقيته وتبراتيكيو وكمسا غتجيكم ساهله. انا ما كنتش نجبدها كما قلت لكم نهائيا حتى دركت، ولكن الموقف الحمد لله في دوزيام اني حاولت في البدايه كنخدم لي كور، حاولت نصايب واحد الدغايب، حاولت كنخدمهم من الاول كاع ديال السوب حيت انا راه قلت لكم ما كنتش كنجبدها. دونك حاولت نقراها ا زيرو، وغادي نخلي لكم الدغايب اللي خدمت به واللي صايبته في الاخر في الديسكريبسيون كومسا باش اللي بغى يخدم به في السوب وبغى يخدم به غادي يتنفعوا بزاف. المهم صافي هكا كنت كنخدم من 6 ونص لديك 3 صافي. وديك الوقيته ما بين 12 ونص حتى ل 2 ونص كنمشي نتغدى، من بعد كنمشي الى عندي شي كول ندوزو، الا ما كانش عندي كنرجع لا شومبر كندير اون ناب ديال 15 مينوت ولا باش تدخل للحصص الاخرين مرتاح. ودابا اجي ندوي لكم على وسط الشومبر باش كومسا تبقى لكم كوم افيرتيسمون وباش ما تطيحوش في الاخطاء اللي تحت فيهم. انا الا كان عندكم شي مشكل كلكي سوا لا ناتور ديالو حاولوا انكم توجهوا ديريكتومون للميتريس ديال ليطاج ديالكم. اللي ما عارف شكون هما لي ميتر ولا ميتريس، هما دي زيتيديون كيكونوا حتى هما دي زيتيديون في لافاك ولا ليكول ولا، وكيكونوا مكلفين انهم يجيو النظام ديال ريفيكتوار، وكذلك انهم كيكونوا كيدوروا على لي شومبر. كل ميتر في كل ايطاج كيدور على لي شومبر باش هكا كيقيد الغياب في كل ليله. المهم انا في الاول الشومبر ديالي كانت بروميير ايطاج وما كنتش عارفه الكوشومبر ديالي حتى جات من لا ليست داتون، ولكن تما حيت الشومبر كانت جايه فواحد البلاصه اللي ما كتوصلهاش الشمس وكانت كتطلع على الربيع، وانا كانت عندي الحساسيه دونك ما قديتش كاع نصبر، مشيت عند الحارس العام باش نبدل الشومبر. صافي هكا طلعت للثوازيام ايطاج مع واحد البنت، ولكن تعذبت تما بزاف واخا كانت الشومبر مشمسه وكلشي. وهنا نستغل الفرصة وننصحكم واحد النصيحة كأخت، حاولوا من الأول تتفقوا مع لي كونشومبر ديالكم على لي كونديسيون اللي عندكم، والحوايج اللي كيديرونجيكم ما تسمحوش فيهم، حاولوا تقولوهم لهم. إلا ما التزموش حاولوا تما توجهوا للحارس العام ديريكت، حيت الشومبر راه مهم تكون مرتاح فيها مع الكونشومبر ديالك، حيت الأغلبية ديال الخدمة كديرها تما. المهم انا اللي ما كنت كنحمل في الكوشومبر انه كتدخل عليا صحاباتها ومشكل بلا الابن، واخا نتوما دابا جوج في الشومبر يعني نورمالمون تكونوا متفقين بجوج، وفي الوقت اللي انت تبغي ترتاح اولا تكافيه اولا حتى كان عندك شي دائس الغدا كيجيو كيبقاو كيكركرو، وبنادم فوقاش ما بقى كيبغي يحل الباب كيحلها، وانت جالس في الشومبر ما عليك ما بيك فطر وحده كيجي يحل عليك بواحد الباب ويدخل ويخرج فوق ما بغى. المهم غيجي شي واحد وغادي يقول لي راه هادشي عادي، غادي نقول لك عادي ولكن الى خدا الاب، ماشي كلشي يبقى كيدخل ويتعاودوا ويتناقشوا وانت مثلا كتراجع ولا لا، هادي راه ما بقاتش عادي راه ولات قله الاحترام. نقول لك عادي الا كانوا جاوا يخدموا شي دائل او لا كان عندهم شي كونترول يخدموا، ولكن بس كاتب كاين عاوتاني احترام كاين عاوتاني طريقه كيفاش كتخدم.
وهذه كل شيء عارف انها غير ضياع ديال الوقت، باش انه واحد يجي يجمع معاك ويخلي الكوشون ديالو هاني راه ايدولوجي. والله الا حي قمه عدم الاحترام، حتى انت كتكون مثلا تخدم، والله الا فريمون كنت كندير لايف الكاسك كندير وكنجهد باش انه نخليهم زعما معليش نخليهم واخا كنت كنقول لهم اودي راه فريمون في الليل ليالي ديال لي دي اس كنقول لهم اودي خلينا نقراو اودي خلينا نقراو، خطره هذا كتسمعهم كيضحكوا فهمتوا يعني، واخا تجهد في الكاسك واخا هادي راه واخا كنت كنعاود نقولها راه ما تدخليش وهادي كتقولي هضري معاهم مزيه. المهم ما نزيدش ندخل في الموضوع، ولكن فريمون بغيت ننصحكم انه من الاول بنادم ما ارتحيتولوش وهادي حاولوا تبدلوا الشومبر تبدلوا الكوشومبر، حيت فريمون راه في وسط الشومبر راه كدير اللي ما كديروش في وسط القسم، يعني ضروري تكون مرتاح في وسط الشومبر. المهم انا لافوت اللي درت واخا كنت كنهضر معاها ما مشيت للماتريس باش انني نبدل الشومبر، حتى وصلت بيا العظم، حيت فريمون انه ما كتدخلش للعقل انه انت تنعس مثلا بكري ولا شي حاجه، ولا المهم تنعس تو كضربك فيقة على لي زالام، ثلاثة ديال لي زالام ولا أربعة كيتونيو على السبعة ديال الصباح، وكتدور كتلقى أربعة ديال ولا ثلاثة ديال البنات ناعسين حداك شومبر ديال جوج. كاين بنادم اللي كيحشم وكاين بنادم اللي مكيحشمش، غير ما كيحشمش تعيط تهضر معاه وهادي. المهم كلشي فيه خير وكلشي كنتعلمو منو. صافي انا كيما قلت لكم توصلت بيا العظم وبدلت الشومبر وجلست مع واحد الكوشون فريمون انا اللي عجبني فيها انها ترونكيل، ما كنهضروش بزاف، كل واحد دايها في قرايتو. هذيك هي انا بالنسبه ليا الشوم، البنت دايها في قرايتها انا دايها في قرايتي، ما كندخلوش البنات وهذه عادي. المهم صراحه داكشي كاع العيا وداكشي كلشي راه ولا عليا في التالي، حيت فريمون كنت نسكت بزاف الاول، ولكن في التالي صافي تعلمت انه بنادم راه الا سكتي ليه غادي يصحاب له صافي راك مرتاح معاه. وكاع داك العيا كما قلت لكم ولا عليا ولا بضرر عليا، حيت مع الستريس ديال القرايه والستريس ديال بنادم في الشومبر وهادي صافي في التالي فريمون عييت في الثلاثه مخيم. يعني باش ما يصحاب لكمش داكشي ساهل، حاولوا من الاحسن انه الشومبر ديالكم تتفقوا فيها مع الكوشومبر باش تكونوا مرتاحين اونوا في الشومبر ديالكم، فهمتوا؟ واخا يكون ستريس في القسم ما يكونش بعدا في الشومبر. انا الفيزيك كنت كنخدمو صراحه غير من الدفتر ديال البروف، بيسكو كان عيعجبوني الكور ديال البروف ديالنا من غير لي كور التواله اللي صراحه ما كنتش كنحضر بزاف، حيت قلت لكم الثوازيام تريماس تعذبت فيها. دوك لي كور التواله كنت كنخدمهم بوحدي واحد الدرايف اللي فيه لي بي دي اف ديال البروف عدوش حسن، بحال مثلا لي الكتروماغنيتيزم وداكشي ديال الثيرموديناميك كاملين كنت كنشوف من لي بي دي اف ديال البروف عدوش حسن كنشرحهم مزيان. المهم غادي نحاول نحط لكم لي بي دي اف ديالو في الديسكريبسيون. وحتى الاس اي كنت كنحاول فاش نولي شومبر نعاود الكور ونعاود لي تي دي اللي كنخدمهم، الاس اي فريمون يشوفي انك تفهم مع البروف الكور وتخد تعاود تخدم لي تي دي. اما المات كنت كنخدمو بيب مات، هذا واحد السيت زوين صراحه. شيمي كنت كنحاول انني نشوف لي فيديو ديال الكور ديال لي بروف د لافاك في اليوتيوب، وكنت كنحاول نخدم شويه ديال لي بروبليم غادي نخليهم لكم في الديسكريبسيون. انفو كيما قلت لكم غادي نحط لكم الدرايف اللي خدمت به في الدوزيام اني، ولكن كيما قلت لكم عاود لي كور ديال البروميير اني غادي نحطهم لكم في الديسكريبسيون. سينو صافي بحال تراديكسيون كنت كنحضر، حيت اصلا قريناها حتى للثوازيام بريم كنت كنحضر هكا هي الا بغيتو تمركيو الفوكابيلار ولا شي حاجه. والار سي ال اللي هي الفرونسي كانت مقسمه على دي جروب على حسب النيفو وكل بروف شنو كان كيخدم مع لي زيتيديون ديالو. اما بالنسبه للعطل انا ما كنت صراحه كنقد ندير كرون شوز في العطل، سواء انني نوجد شي دي اس كان عندي مول العطله ولا شي حاجه بحال هكا. المهم اون غرو العام الاول حاولوا انكم ما تفورسيوش على راسكم وما تحاولوش تضغطوا على راسكم وتزيدوا تستريسيو راسكم اكثر ما نتوما مضغوطين، حيت بعتوا على داركم حيت ان فوا ما كتسكنش مع داركم ما كتبتش معاهم راه صافي غادي تبدي تأزم زعما واخا كنتي في نفس المدينه. حاولوا غير تضبطوا الماكس ديالكو، خصوصا بحال الفيزيك اللي صعيب صراحه يتغطخبا وراه كيتحطوا لي كور ديال السيو، بحال حنا هاد العام مثلا لي بروف فيزيك اون كامله تحطت تقريبا في لي كور ديال السيو. وبالنسبه للناس اللي غادي تبقى ديهم الشومبر مخنوقه وهذه، انا كنت صراحه كنخدم في كنحاول نخرج نبدل جو كنحاول نخدم في كافي او لا حتى في البيبليوتيك ديال لافاك كنمشي عادي كندخل كنجلس في داك المكتبه ديال لافاك كنحاول نقرا تما. سينو اللي ما قادش يحاول يزوق بيتو يحاول يدير ان اسباس دو طرافاي اللي يناسب له. وثاني اللي نبغي ننصحكم واتونسيون منها اتونسيون من الناس اللي كيبقاو يقولوا لكم زعما راه قرايه سهله في لي كلاس وهذه، حاول غير زعما الا ما قريتش راه مين اللي غادي تجيب كاع تجيب انسا ولا تجيب هذه،
ما كايناش هاد الهضره، حاولوا تخدموا على راسكم، حاولوا ما تسمعوا لهمش الهضره، خدموا على راسكم. راه كل واحد راه يخدم على راسو، يقول لكم هذيك الهضره ولكن تلقاو يا دار ديك لافوت وندم عليها وبقى يتلفكم، اولا هو راه خادم على راسو وجاي يقول لكم هذيك الهضره. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون فادكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.